أستاذ خالد، المادة تقول: تقوم وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد الإداري والمالي ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد. يعني هذا يعني أن طول السنين كان الفساد المالي من ضمن الجرائم التي يتم العفو فيها، يعني لم يتم إلا بعد هذه الكارثة. نعم، وهذا نعتبره الحقيقة من النقاط المهمة في قرار الملك، لأنه الحقيقة سبق وأن استفاد بعض الذين تورطوا في قضايا فساد خاصة في جدة ممن عملوا في خدماتها في الخدمات القطاع الخدمات ومد شبكات الصرف، استفادوا من قرارات عفو سابقة. ولهذا هذا القرار الحقيقي يأتي ليؤكد للجميع أنه لا أحد فوق المساءلة، وليس هناك عفو عن من يتسبب في أو يرتكب جريمة بحق الوطن. أنا الحقيقة أتمنى من كل قلبي، وسبق أن دعوت لأن تكون المحاسبة بأثر رجعي ولا يستثنى أحد. هذه الأودية أو هذه الأحياء التي جرفتها السيول في جدة لم تبنى أمس أو اليوم، ولا تتحمل مسؤوليتها أمانة جدة اليوم. هذه يجب أن نرجع ونتتبع من منحها ومن طبق عليها ومن منح أذنات البناء فيها، ثم من سمح بأن تصبح أحياء مسكونة ثم فجأة نفيق عليها وهي تغرق بسبب الإهمال والتقصير وسوء الإدارة والفساد. لكن من المهم أيضا، لأنه هناك لبس كبير عند الناس في الأيام هذه، أن نفرق بين ما حصل في جدة وما حصل في الرياض. خصمنا في جدة كان الفساد بالإضافة إلى سوء الإدارة والتخطيط وقصر النظر، أما في الرياض كان خصمنا هو سوء التخطيط. لأنه الحقيقة في الرياض سبق لأمانة الرياض على مدى 30 سنة أن طالبت باعتمادات مالية لإنشاء شبكة صرف، وهذه الشبكة موجودة الآن لكن لم تنفذ، لأن وزارة المالية للأسف أحيانا تصاب بقصر النظر في تحديد أولوياتها. ولذلك نجد أن مثلا مشروع كوادي حنيفة يصرف عليه 600 مليون ريال، لكن شبكة الصرف في مدينة الرياض لا يخصص لها إلا 100 مليون خلال أكثر من 20 سنة، وهذا شيء الحقيقة مؤسف يعود منها إلى نقطة ترتيب الأولويات. في جدة رأينا مشاريع تطالب تحت أمانة جدة ترصد أموال لتطوير كورنيش جدة في الوقت الذي كانت أولى أن تصرف هذه الأموال على تجفيف بحيرة الصرف. نعم أستاذ خالد، نعم. يعني وزارة المالية كانت عندما تطالب جدة، عندما نتحدث عن فساد، عندما تطالب بمبالغ لتنفيذ التصريف المياه، مشروع تنفيذ تصريف المياه في جدة، كانت تدفع وفي الرياض لم تكن تدفع؟ نعم، وفي الرياض كان في جدة صرفت أموال وتبخرت هذه الأموال، أما في الرياض لم تدفع هذه الأموال، ولذلك أنا أعتقد أنه الآن بعد ما حدث في الرياض، هل ستحاسب وزارة المالية إذا كان سلمنا جدلا بأنها هي المخطئة فقط في هذا الموضوع، هل ستحاسب؟ أنا عودتك على صراحتي وسأكون صريح. للأسف أن وزارة المالية تشعر بأنها تملك حصانة ضد النقد، لا تنتقد في الصحف، لا تنتقد، لا يجب أن ينتقدها أحد. للأسف لا أدري من أي أساس منحت نفسها هذه الحصانة. وزارة المالية هي جهاز حكومي، يجب أن ننتقد وأن نقول أوجه القصور التي تبدر منها. نحن نعاني الآن في الرياض، حادثة الرياض التي حصلت في الرياض، من تقصير من رؤية وزارة المالية لتلبية متطلبات المدينة. بالمناسبة يعني، وهذا موجود في مدن أخرى على فكرة. نعم. أمس كنت أتحدث عن إذا كان هذا حال الرياض وجدة، كيف حال المدن الأخرى؟ ولكن بالمناسبة يعني أمين مدينة الرياض من سنة كاملة وأكثر كان في تصريح له متعلق بأنه المالية لا تدفع ما تطلبه منها الأمانة، ولا، وهذا قبل الكارثة. لكن لا نريد أن نستعجل الأمور، نريد أن نتحقق أكثر. وأنا أمس وجهت دعوة لوزير المال أو المالية أمين مدينة الرياض أن يكونوا في البرنامج حتى نوضح الصورة. يعني الأمين مدينة الرياض كان في مؤتمر صحفي وتحدث يعني حتى عن السنوات التي كيف تعطلت الأمور ولم تدفع، بينما إلى الآن لم نرى أي تصريح من وزارة المالية، لا من الوزير ولا من ينوب عنه ولا أي متحدث باسم الوزارة، إذا كان هناك أساسا متحدث. عموما يا سيدي إذا كانت شبكة الرياض عام 1401 وحتى عام 1418 كانت ستكلف الدولة 2.5 مليار ريال، الآن التكلفة المقدرة هي 6.5 مليار إلى 7 مليار، الفارق اللي هو حوالي 4 مليار هذا هو الثمن سندفعه لقصر النظر عند بعض المسؤولين في وزارة المالية.
أنا لا أريد أن أبدو كأني أهاجم وزارة المالية، لكن هذا هو الواقع. يعني هو كانت في سياسة تقشفية بسبب حرب الخليج والظروف اللي كانت محيطة في ذلك الوقت، لكن منذ ذلك الحين تغيرت الأحوال. نجد أن السياسة التقشفية هذه ما زالت تمارس في كل المشاريع المتعلقة بالشؤون البلدية والقروية، بينما نجد أن الصنبور مفتوح على آخره في مشاريع التربوية والتعليمية ومشاريع رياضية ومشاريع، وهذا شيء الحقيقة جميل ومطلوب. لكن الآن الوضع الحقيقة لا يمكن أن نحن نبني في جهة ثم نغفل عن الجهة الأخرى، لأن تنمية الوطن يجب أن تكون متكاملة. أنت عندما تبني بناء يجب أن تبنيه على أسسه الأربعة وليس على ثلاثة أسس، لأنه قد ينهار هذا البناء. والخدمات البلدية والقروية ومد شبكات الصرف والخدمات هي من أهم الأجزاء التي تكون المدن الحديثة في عالمنا اليوم. نعم. طيب دكتور إبراهيم، المادة الثامنة من البند الثالث، تشكيل لجنة من وزارة المالية وديوان المراقبة العام وهيئة الرقابة والتحقيق وعمارة منطقة مكة المكرمة بحصر جميع الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها وإهمالها ومن يتبين لاحقا تقصيره أو إهماله، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. نريد يعني إيضاح أو يعني نفهم أكثر هذه النقطة. هذه النقطة تتحدث أنه في حال أنه المقاول قصر في أداء عمله أو المكاتب الاستشارية قصرت في أداء عملها، فهنالك لجنة مكونة من مستشار قانوني وعدة موظفين من الوزارات المختلفة لنظر في تلك المخالفات، فإذا ثبت تقصيره يمنع من التعاقد مع الجهات الحكومية. نعم يمنع من التعاقد مع الجهات الحكومية مدة 5 سنوات. هذا بالنسبة للمادة 78. نعم. وأنا عندي هذا مؤشر. نحن سبق أنه تكلمنا في هذا البرنامج عن موضوع ديوان المراقبة العامة، وقلنا يا ديوان المراقبة العامة أنتم يعني بموجب التقارير التي أخرجتموها لنا أنتم لا تراقبون المراقبة الفنية الفعلية، ولكنهم يشكون بأن الوزارات لا تتعاون معهم. دكتور، الوقت انتهى. دكتور إبراهيم الأبادي، شكرا لك الحقيقة على حضورك. أستاذ هاني بجد، يعني الوقت داهمنا. شكرا للأستاذ خالد السليمان الكاتب الصحفي في صحيفة عكاظ على حضوره في استديوهاتنا في الرياض.